عدد جديد من برنامج استوديو المحترفين الذي نخصصه في هذا السبت مع مخلفات الجولة 14 وما قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وفيها ضمن فريق شباب قسنطين اللقب الشتوي الرمزي. أيضا الحديث سيكون حول الندوة التي ستنظمها الاتحادية الجزائرية حول تجديد وإصلاح الكرة الجزائرية. أسعد باستضافة كبير الخبراء حكيم سرار، مرحبا بك. والله أصبحت تضعني في موقع حرج بكلمة كبير للمحللين في هذا الزخم الإعلامي وفي وجود قامات الكروية في هذا الميدان، ولكن أتقبلها اليوم لأن لا أقدم الضيف ولكن في حضور إنسان أطول مني قامة يعيش عصره وهو مسير عصري وأعطى البسمة لكثير من المناصرين. لا أقدمه وأترك دائما لك الامتياز. تحياتي لكل المشاهدين. وكبير خبراء التحكيم محمد زكريمي بلوك جديد، مرحبا بك محمد زكريمي. مرحبا، دائما أقول وأكرر لا أكرر ما يقوله حكيم، وأنا دائما مع حكيم. مساء الخير جمهور الرياضي الكريم، ومساء الخير بالصخرة كبيرة، ضيف علينا صخرة، حبيت نكمل صخر سيرطة ما عرفتش اسمه شكون، يعني واحد من يعني حصل لي شرف اني حكمت عملاق من عمالقة كرة القدم في الفريق الكبير للشرق البلاد. طبعا سنتحدث عن ذلك، كيف حكمته وكيف كان، هل كان يستجيب لقرارتك ام لا. انه هو المانجر العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة، مرحبا بك طارق، اهلا وسهلا بك. مساء الخير أخ مسعود، مساء الخير حكيم محمد زكريني، سعيد بهذا اللقاء معكم والجمهور الرياضي. نتمنى أن نقضي سويا فترة متعلقة. الرائد شباب قسنطينة والذي استقبل فيه فريق اتحاد البوليدة، الفريق تعثر بميدانه وبحضور محمد صالح بوسكر. قسنطينة اللي هو في أحسن أحواله وبدو يشكل المدرب عمراني من جهته رأسيته، رأسية عبيد، هاي الخطورة تأتي من هذا اللاعب طولة منذ مباراة مولودية العاصمة، مرخم وجوده أمام مدافعين. زرارة مرة أخرى، هل يرفع زرارة عبيد، برفع برفوع دخل، ممتازة من عبيد ورائعة من بوطاقة، يتألق بوطاقة أمام عبيد من شباب قسنطينة. هذه الكرة الطويلة من زرارة، عبيد يتألق يضرب الكرة وبوطاقة يتعلق وممتاز، كرة تلف داخل منطقة العملية، تبقى لمصالح شباب قسنطينة، الكرة مرفوعة رأسية والهدف، رأسية والهدف لصالح شباب قسنطينة. تمكن في الأخير شباب قسنطينة من النظر إلى حاجة شباب قسنطينة لهذه النقاط. الآن ممتازة هذه الرأسية كما كنا نشاهد، ولم يجد الحارس بوطاقة نفسه أمام هذه الكرة. فريق شباب قسنطينة ميت بالخير 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 فلو ضايعة هذه الكرة بالخير، حط كرة ممتازة انطلق على الجهة اليمنى، هذه غير تماما ناحية بن عيادة، بن عيادة حط كرة ممتازة لتدخل منطقة العمليات والقائم، تبقى الكرة لو تدخل الدفاع لو 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 القائم يحلم بالخير وشباب قسنطينة من الهدف الثاني. اتحاد البوليدة سي عمار هو اللي راح ينفذ هذه الركنية، سي عمار رأسيت منه هدف التعادل، هدف التعادل لاتحاد البوليدة من اللاعب عوامري، واستغل هذه الفرصة الكرة الثابتة. شوف احنا الآن نعم اللاعب جاء من الخلف، الخلف جاء من الخلف بقوة كبيرة، بقوة ضرب الكرة وبارتقاء كبير جدا تمكن بعيد عن المضايق نعم، وتمنح للخصم الكرة داخل منطقة العمليات، والحارس 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 يتألق، والنتائج السلبية الإيجابية سلسلة داخل منطقة العمليات من سيسي، تبقى الكرة شباب قسنطينة والحارس يتألق طويلة على عن انصار او بابا الحارس بوطاقة هنا تألق الوقت انتهى، وبالفعل بن براهم يعلن عن نهاية المباراة. تعادل رابع لفريق شباب قسنطينة طارق، من دون شك لم تكونوا تتوقعون مثل هذه النتيجة. والله غير بطبيعة الحال مهما يعني نتيجة كانت تعادل في ميداننا، ومع اننا رائد يعني البطولة وزوج نقاط كانت تهمنا بزاف، ويعني المدرب عمراني حذر اللاعبين طول الاسبوع يعني طيلة الاسبوع من مقابلة مفخخة، ونظن فريق البوليدة جاي يلعب في قسنطينة ما عنده ما يخسر. احنا نقولها بكل صراحة الانصار تاعنا كنا خارج الاطار، ومن المنبر تاعكم هذا نطلب يعني نعتذر من الانصار تاعنا اللي جاوا بقوة، ما قدرناش يعني بها نفرحوا الانصار تاعنا،
وان شاء الله نكونوا في المقابلات الجايه نكونوا في يعني احسن احوالنا ان شاء الله. ورغم التعثر الانصار وقفوا الى جنب فريقهم الى غايه اللحظات الاخيره. مهما نتكلم على الانصار تاعنا ما قدرناش نعطيهم حقهم اللي كانوا يعني بقوه وداو يساندوا في الفريق داخل وخارج الديار. نظن العلامه الكامله للانصار تاعنا بعد نهايه المقابله باش تشوف يعني الاحترافيه تاع المناصرين تاعنا. يعني مع انتهاء المقابله يعني ضيعنا زوج نقاط يعني غاليين بزاف، يعني كانوا يقدروا نعمقوا بهم الفارق خاصه مع خساره الثوره. نظن المناصرين تاعنا راهم عارفين باللي الفريق تاعنا راهو في الطريق الصحيح، ونظن لازم نلتفوا على الفريق تاعنا ونلعبوا ان شاء الله المقابله الاخيره مع فرادو ونعاودوا نراجعوا الحسابات تاعنا ان شاء الله. وبرايي يعتبر انه انصار شباب قسنطينه توجوا ببطوله هذا الموسم في البطوله الخاصه بالمناصرين. حتى التواجد من الموسم الماضي الموسم اللي قبل الدوري، لكن هذا الموسم كل المباريات، هذا الموسم سيتي سيزون، وانا لازمهم ماشي يلعبوا على البطوله هذا الموسم. الفو باسكو المشكل لازم الفو استوري لا كولتير دو تيتر، لازم فعلا. تدخل للنادي ثقافه الالقاب ويبدا يعيش فيها، يبدا يعيش فيها المشاركات القاريه. الموسم هذا ما لازمش كيما يقول لك ديروا ان جراند سيزون. اليوم مع عالم البطل تبان وبدون شك يعني في العالم كره القدم تربح أربعة خمس مباريات ست مباريات متتاليه بدون شك تجيك كبوه، يجي وقت وين دير تعادل وحتى تنهزم. ولكن هو لما يسقط الرائد لما يكون يعني منتشي كثير من الانتصارات ما لازمش يبقى جالس، لازم رده الفعل تاعو تكون سريعه، باش يبين قوه الشخصيه تاعو. وهما معروفين شباب قسنطينه الموسم هذا كثير من المباريات انهزموا في المرحله الاولى ورجعوا، بالتالي يعني في مباراه تعادل وكثير من المباريات اللي مازالت يعاودوا يرجعوا بدون شك، يعني بدون ما نقصوا من قيمه الاتحاد البوليده. صديقنا طارق قال لك ما عندهم يخسروا، بالعكس الفريق هذا راه يطمح للبقاء. انا قلت قبيل على الذكر والتعادل مع مباراته الاولى مع وفاق سطيف 0-0 في البليده، بعدها خرج شباب الوزداد تعادل 1-1 لعب في بلاده وفاز بالمباراه وزاد تنقل لشباب قسنطين. هذو المعنويه تاعو ترتفع، دار ثلاث نتائج ايجابيه يعني تعادل في أربعة. شباب الوزداد أربعة. هذا المباراه الرابعه شباب الوزداد فاز مع الأولمبية وجاء تعادل مع شباب، يعني مقصود هنا ما عندهم يخسر، يعني كي تشوف يعني ترتيب البطوله يعني تشوف احنا نقاط حتى لو انهزم مع الرائد لا يخجل من هزيمه، يعني المعنى تاعك فعلا وعمل حظوظهم بزاف قائمه اكيد وعمل كبير يقوم به المدرب مصطفى سبع الذي استلم المهام في ظروف لا يقبلها اي واحد. تحكيمي الامور بن براهم قول الله يرحمون، انا درت الثوره مع مولودي زهر ما شفتش المباراه، هدفين صحيحين، هو دار تعادل في بلاده هو على الحاكم. انا والله نظن عندي نقطه على التحكيم يعني نقولها بكل صراحه، يعني الموسم هذا معنا ان تعادلنا في بيننا مع فريق اتحاد البوليده، بصح نعطي الحاكم بن براهم نعطي حقه يعني العلامه الكامله كان في المستوى، والتحكيم يعني بخاصه يعني خاصه التحكيم بشكل عام في الشطر الاول من البطوله هذه نظن راهو في المستوى، يعني ما كانش اخطاء اللي كانت. يعني ثاني لازم نعطيو حقهم للحكام هذو باه نشجعوهم باه يواصلوا. عندنا نشوفوا حتى ما مقابلات عند الفرق عبد الحكيم يربحوا خارج الديار، شجاع من الحكام ثاني عاد كاينه الصرامه تاع الحكام ما خارج تلعب يعني صرار وانت تلقى مقابله خارج الديار باه يزفر لك ضربه جزاء في الدقائق الاخيره. نظن هذا الموسم نعطيهم حقهم في النصف الموسم هذا راهم في المستوى ان شاء الله يتمنوا يواصلوا بهذا اللعب. ونتمنى ان تتحسن الامور. متميز لمحمد شوماني وارقام تشرف شباب قسنطينه لكنها تضع نوعا من الضغط على الفريق في المرحله الثانيه. صحيح تضع بعض الضغط، بس احنا ما نخفاش عليك احنا من بدايه البطوله احنا قلنا ما احنا عندنا اوبجيكتيف يعني كان مع المدرب تراسينا 25 نقطه في مرحله الذهاب. نظن المعدل راهو عديناه الحمد لله، يعني بتضافر الجميع به النتائج هذه جات ما جاتش هكاك، جات عن طريق يعني برنامج مسطر. كاين المدرب عمراني اللي مع الطاقم تاعو الفني يعني وضعوا خريطه الطريق، الاستقدامات تاعنا كانت مدروسه نوعيه، والاداره لازم نوجه لها شكر من هذا المنبر ثاني لو ان تي بي الابار اللي مشكوره اللي تدعم الفريق الشركه المالكه. نظن ثقتها في مسيري وطاقم الفني مسيرين وفي الطاقم الفني السلطات المحليه اللي قسنطين على راس المسيو الوليد كوستانتيني راهم يدعموا ثاني الفريق كل واحد نعطيه حقه. ونظن التيمار هذه ولا اللي رانا محتلين الصداره ما جاش هكاك، جا عن طريق عمل والحمد لله. والكلمه يعني القويه لازم نبدوها الانصار تاعنا اللي راهم وراء الفريق، وان شاء الله باذن الله حنايا نلعبوا مرحله العوده ثاني نلعبوا مقابله ان شاء الله نكونوا يعني في تطلعات الانصار تاعنا. مباريات حكيم برايك ما هي اسباب نجاح او النجاحات التي يحققها فريق شباب قسنطينه؟ شوفوا لما يقولوا لي كثير من الناس يتكلموا يقول لك الانصار قوه الانصار وهذه، نعرفوا بلي شباب قسنطينه ملي خلق وملي عرفنا صلاحنا وكنا نلعبوا والملعب مملوء عنده قاعده كبيره. الشيء المميز السنه
شيء مميز. وهذيك تسمى نقول لك حنا فول دو وازو، عندنا واحد 5 دقائق تكون في قسنطينه، دونك عندنا شويه معطيات. كاين لا بروتيكسيون، حمايه النادي من عند طارق. فاس طارق باش يعني من ناحيه السير باش تكون على بالك مسعود، ولد احياء شعبيه يعني يقدر يتعامل مع الجميع. مو سيدي مبروك سوبيريور وعنده تاع برضه وين الشعب، دونك عنده علاقات مع الجمهور ذاك، دونك الى بروتيجي الكلوب باسكو السياسي كانت تضرب بزاف من برا. دونك اول حاجه اللي دارها حصلها، هذا اهم عامل ربما. دون لو ريكروتمون مالغري سكي سي ان اونسيان جوار وكان كابيتان ديكيب ايتو، ما خضاش هذيك لا بريتونسيون، قال جو في ترمني اون ايكيب وتسني وتكل على ربي. كان في تشاور مباشر ما بينه وما بين عمراني، كان تشاور في الانتدابات. زياده على الشركه الراعيه والمالكه، لا اقول الراعيه سي بان سبونسور، المالكه اللي ثيقه فيهم على ان كونفيونس في لا ديريكسيون، خاصه لما زاد جاب معاه سليم العايب وكل اهل عائله شباب قسنطينه. هذا هو السر، ما يقول لك حتى واحد لي سيبورتور من بكري كاين في السياسه جادوا قواو بارابور كلاسمون. على ذكر الشركه المالكه، هل الامور الماليه ويفترض انها تكون بخير بالنسبه للفريق ربما خلاتكم تخدموا في اريحيه، الامور الماليه بالنسبه للاعبين الطاقم الفني الطبي الاداري على احسن احوالها؟ تقدر تقول على احسن احوالها، ما يخفاش عليك راهي الشركه المالكه حتى واحد بعين يعني لا. كل يعاني من مشاكل ماديه. لا الشركه المالكه تاعنا قائمه بالواجب، وما يخفاش عليك النجاحات تاعنا كما قال لك حكيم صرار هي الانتدابات مع المدرب عمران، لازم نعطيه حقه ثاني. احنا اعطينا المدير الفني تاعنا هو القائمه تاع هو اللي يستهدف اللاعبين، وحنا قمنا بالاستقدامات ويعني الاستقرار يعني سر النجاح تاع شباب قسنطينه هو الاستقرار. وكما قلت حنا نحرصوا بوكو بليس على حب يقول المشاكل الداخليه. الحمد لله المحيط تاعنا راهو مهيكل جيد كما قال لك، والجميع راهو ملتف حول الفريق، وهذه من بين النجاحات اللي خلات الفريق راهو مستقر، وخاصه كما تقدر تقول ماديا الشركه المالكه راهي قائمه بالواجب. وحنا رانا فريق محترف، ولازم يعني كما نقول لك العقود مع اللاعبين تاعنا رانا نحترموا فيها، واللاعب الجزائري نعرفوه يعني كل ما يكون حب يقول المحفزات يكون حب يقول اللاعب ديما عنده معنويات مرتفعه، ونظل الحمد لله هذا هو سر النجاح تاعنا. بلا ما ننسى الجمهور تاعنا الكبير لازم نعطيه حقه اللي راه قائم بالدور كبير جدا. طبعا سؤالي الموالي سيكون حول الانتدابات في الميركاتو، رجاء ان تعطينا الى اين وصل الفريق الذي يحتل المركز الاول ويفوز باللقب الشتوي، يريد ان يفوز باللقب الرسمي يعني بشكل عام، مطلوب منه استقدامات نوعيه مدروسه، هل تمت هذه الامور؟ يعني من دون شك ماكش مطالب بتسمي اللاعبين، ولكن على الاقل المناصب اللي عندنا مع استشاره مع المدرب عمراني واعطانا بعض المناصب، وباهنا يعني نعطي الجمهور الجزائري القسنطيني خاصه اني اليوم كنت في العاصمه وكنت يعني في مفاوضات مع اللاعبين، يعني باهنا اللي اعطاني المدرب يعني باه دخلنا معه في اتصالات، وان شاء الله ندعموا الفريق تاعنا. خصونا يعني زوج عناصر ولا ثلاث عناصر، يعني بين 2 إلى 3 لاعبين ان شاء الله راح ندعموا بهم الفريق تاعنا. وشي هو لازم ما نسرعوش في الانتدابات، ما يخفاش عليك المجموعه تاعنا راهي مكتمله، رانا مديرين عائله واحده ان شاء الله اللي حيكونوا معنا ان شاء الله يزيدوا يعطيونا الاضافه ان شاء الله. هل سويت الامور لك او مازال في مرحله المفاوضات؟ نقدر نقولوا رانا في مفاوضات متقدمه ان شاء الله. متقدمه هي تشبه الى حد ما الامور رسمت، دون ذكر الاسماء، انت كمتتبع ماذا تقترح على فريق شباب قسنطينه المناصب؟ لا انا حتى ولا نقترح لهم على المباشر، راح يقول لك حتى تربطني انا علاقه جد طيبه مع طارق وحتى مع عمراني، ولكن لا اسمح لنفسي لان هذه ربما كاين ناس اللي يدخلوا ويقولوا واش دير في بعض الحصص وهذاك، انا ما نسمحش لنفسي باش نقول حتى ولو كان نقول واش يخصك ويدير، يولي يقول لك بلي اسرار اللي قال لهم، انا ما نقول لهمش هذا سي انسيان جوار ويعرف فوتبول وعنده مدرب، عمري ما نقول، انا نعرف ضحكه قهوة أنا وياه برا نقدر نقول له، من في التلفزيون مستحيل. احتراما للنادي واحتراما لشخصه. ونحن أردنا رؤية تقنية لمحلل البرنامج لأنك على علم بكل صغيرة وكبيرة تقريبا لكل النوادي، لكن رغم ذلك نحترم الإجابة من عندك حكيم صرار. نصير في الأخير المدرب عمراني راهو يعني صارم في الأمور هذه، والانتدابات يعني تقدر تقول رانا بالمشاورة معه مهم جدا وهو يعرف يعني لي بوست اللي حيستخدمهم إن شاء الله هنا. معروف على كل عبد القادر عمراني في هذا إن شاء الله. المجال نتمنى انكم تكونوا موفقين في هذه الاستقدامات. نصل صور جميله واهداف متميزه لفريق شباب قسنطينه رائد البطوله حتى الان بعد مرور 14 جوله من دون شك. طارق عرامه ماذا بكم تصنع صور مثل هذه او افضل في المرحله القادمه؟
ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا بنفس المنوال ومن هذا المنبر تاعكم نشكر الانصار تاعنا اللي راهم داعبين الفريق بزاف وراهم يعني تنقلوا معنا باعداد كثيره خاصه خارج الديار ولا داخل الديار. يعني كل ما نتكلم على الانصار تاعنا ما نقدرش نعطيهم حقهم، يعني اوفياء لدرجه كبيره. ونشكر اللاعبين تاعنا يعني اللي ثاني راهم كانوا في المستوى خاصه في الانضباط، والمدرب عمراني والطاقم الفني تاعو. ونوجه رساله للمناصرين تاعنا، حنا راح نلعبوا مرحله العوده ان شاء الله نلعبوها مقابله مقابل، فو با نديروا ضغط على اللاعبين تاعنا. حنا لوبجيكتيف تاع الفريق تاعنا ان شاء الله راح نكونوا مع الاوائل ان شاء الله، وبربي ان شاء الله باذن الله شباب قسنطره راح يكون ان شاء الله في مع المراتب الاولى ان شاء الله. ضروري الصبر على فريقهم خاصة لما تكون فيه كبوات، لانه منتظر انه تكون فيه كبوات خاصه انه جل النوادي الان ماذا بها تفوز على الرائد. بطبيعه الحال شباب قسنطينه راهو في الصداره، جميع الفرق راهي موتيفي باه تلعب ضد فريق تاعنا وباه يعني يلحقوا بنا هزايم. من ضمن التعادل الاخير تاعنا هذا راح ان شاء الله يخدمنا من الجانب المعنوي، باه نعرفوا باللي البطوله مازالت يعني طويله، وباه نلعبوا على الالقاب الاولى يعني على المراتب الاولى لازم الاجتهاد والعمل، وان شاء الله بالاراده والعمل وتضامن الجمهور تاعنا راح نوصلوا ان شاء الله المبتغى تاعنا ان شاء الله. حكيم، كيف لفريق فائز في المرحله الاولى ان يسير المرحله الثانيه خاصه وانه راح يكون هدف لكل النوادي؟ صح، هو كما تقول السلاح ذو حدين، يعني كل أندية تريد الفوز على الرائد بدون شك، ولكن تصبح الأندية تخشى شباب قسنطينة. هذا من الجانب التركيز، لما تكون الفريق تاعو قوي ويكون تدعيمات تاعو مدروسة في مرحلة الميركاتو يولي عنده ان اسوندوم سيكولوجيك، يولي عنده جانب نفساني يسيطر به على المنافس، لان المنافس يخاف منه كرائد. صح يدخل موتيفي، لكن لما يمتص الغضب تاع قلت لك الغضب يعني لما يمتص يعني هذيك الحراره والسيطره تاع الفريق في الدقائق الاولى والشوط الاول يولي يرجع لقوه. هو سلاح ذو حدين، بالعكس تقدر تخدمهم اكثر. نظن انصار شباب قسنطينه بكل صراحه يعني هما سي لا سوريس لو غاتو، يعني هما قاموا بالانتدابات، داروا فريق، داروا تربصات، ولكن شفت اول مباراه لما نعت الهديه اللي قدمتها لهم مع ملاح تحسن داي كان موجود الجمهور، كان موجود ولكن ليس بهذه القوه اللي راهو. اذا تزايد العدد بمرور الجوله، الاداره والمدرب واللاعبين هما اللي يجلبوا هذا الانصار باش يعاودوا يجيو ويعمروا منصات الشهيد حملاوي ويطالبوهم، يطالبك بلقب موش ضغط. لازم قبل ذلك الفرجه لازم الضغط يكون ايجابي. قال ما تنساش لازم تكون المناصر، ما تكونش عندك لا ميموار كورت. انا كنت نتبع طارق ذرف الدموع في مباراه شبيبة قبائل من الفرح، ولكن انا شفته الموسم الماضي ذرف الدموع لان فريق شباب قسنطينه بقى في القسم الاول لم يسقط، يعني ما تكونش عنده الذاكره. الحمد لله قال الفريق تاعنا راهو يتصدر وراهم يقوموا بعمل ان شاء الله نوصلوا للمبتغى، ولكن ما يكونش ضغط رهيب على الفريق راح يولي سلبي. هذه ذكريني سبق لك وان حكمت شباب قسنطينه بحضور 70 80 الف متفرج، الان بقى لك انك تحضر مباريات شباب قسنطينه كمتفرج. والله حلمي يعني بكل صراحه. مدعوين هو والاخ عبد الحكيم صرار وسي زكريني ومسعود، ان شاء الله الافتتاح تاع المركز تاعنا راح يكون عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. انا شيل شباب قسنطينه تحيه كبيره، لما يتعادلوا ولا تشوفوا يصفق على الفريق تاعه على الحكام يعني علامه الكاملة. انا نتمنى ان شاء الله يكمل بالروح الرياضيه هذه تاعه الى اخر موسم ان شاء الله وراء فريقه بالروح الرياضيه وباحترام الخصم احترام الحكام كما راني نشوف فيهم دركا. مستعد لحضور مباراه شباب قسنطينه كمشاهد؟ ندعوك باش تشوف مقابله تاع شباب قسنطينه وتشوف المناصرين اللي تهضر 70 80 راح تشوفهم على ارض الواقع. انا كنت ارض الواقع شوفهم لا نجي ان شاء الله ان شاء الله تجلس معهم وتشوف الفرجه باذن الله. نجي ما ينساش حكيم اليوم نف ديسمبر. في اخر البرنامج طارق عرمه، الان الهدف هو تتويج باللقب وايضا كما قال حكيم صرار ترسيخ ثقافة الفوز بالألقاب، لأن شباب قسنطينة يستحق أن يفوز بلقب وألقاب في القادم من السنوات. ترسيخ يعني عقلية الألقاب، هذه الشيء جيد اللي قالوا سي حكيم، وهذه بربي إن شاء الله السنوات الجاية إن شاء الله شباب قسنطينة ما بقاش يلعب، يقول على المواسم اللي مضات إن شاء الله راح يولي يلعب على التتويجات إن شاء الله. شكرا طارق عرمة حكيم.